طيب انا عايزه اسالك، الفنانين الكبار في منهم كتير غنوا غنى شعبي حلو زي العزبي، محمد رشدي، طبعا. كنتوا بتغنوا الاغاني بتاعتهم ولا انتوا ليكوا لونكم الخاص؟ لا احنا لوننا الخاص، اللون بتاعنا الخاص، ولكن كل المطربين الشعبيين اللي حضرتك بتقول عليهم كل واحد ليه ميزة في شغله، في الغنى، في الطعم بتاعه، ولكن في الاخر شعبي. بس الشعب انواع، يعني زي عندك ما شاء الله الاستاذ محمود اللوسي بيغني طبعا شعبي، طبعا. قد ايه النبره جميله وقد ايه صوته حلو وقد ايه موهوب شعبي من ضمن الشعبي. كان في ليلى نظمي، كان في عايده الشاعر، ليلى كان في نظمي العزبي، طبعا، كان في طبعا احمد ايوه قنديل، كان في طبعا. ام كلثوم، نسيب المايك كان بس. عندها الشعبي. غني لي شوي شوي شعبي المدرن لام كلثوم، ما طب هي ما دي تغنيها شعبيه. لنا عيني نسمعها. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول ألحان تتمايل لها السمعي وتسافر لها الركبان، النرجس مع الياسمين وتسافر لها الركبان، طويل البوادي داي شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيناي، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، خليني أقول ألحان تتمايل لها السمعي وترفرف لها الأغصان، النرجس مع الياسمين وتسافر لها الركبان، طويل البوادي ضي شوي 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 شوي، غني لي غني وخذ عيناي.